في عصر السرعة والسوشيال ميديا وتوجه الشباب لأن 24 ساعة يكون التليفون بيدهم، هل فعلا اليوم نقدر نقول في وقت للقراءة، وهل لا زالت القراءة المتنفس الأفضل للعقل؟ أكيد، وضيفتنا في هذه الفقرة عندها جانب جدا كبير من خلال تحفيز الشباب على القراءة، مثل ما شفنا من خلال الفيديو خاص بالريفيوز اللي هي تسويها على الروايات اللي تقراها، وشو ممكن هي فعلا الواحد يختار ويقتني الكتاب المناسب اللي شنو هو يحبه وهوايته. ضيفتنا هي المهندسة ضحى الحداد، كاتبة وروائية. مساء الخير وحياك الله. أهلا وسهلا. حياك الله ضحى. نبي نبدي على طول، عندنا وايد أسئلة للشباب. جاهزة؟ إي جاهزة. بس أنا حققت مع أحمد الحين دور، انا قاعد احقق وياك. يلا يلا اعطني. ممتاز، الحماس اللي فيك هذا يعجبني. نبدي مع اول سؤال، والقناه اليوتيوبيه كلمين عن هذه القناه وتوجهها. قناه اليوتيوب هي اسمها ميم بابو نج. انا بديت القناه بتوجه اخر تماما، هي كانت بالاساس ان انا اساس ان اختي ريم كانت تدرس برا، وكنت انا ابي اكلمها بالكتب اللي انا اقراها لان هي تقرا بس ما عندها وقت كثري، فكنت اقول لها خلاص انا احط فيديوهات باليوتيوب متى ما فضيتي تشوفين فيديوهاتي وعساس تعرفين ارائي بالكتب وكذي. بعدين انصدمت ان الناس بدات تشترك بقناتي، انا انصدمت، كنت ما ابين شكلي ولا شيء، وستيل كانت الناس قاعده تشترك. بعدين صار ان هديت القناه فتره اني كنت مشغوله في كتابه روايتي الاولى اللي هي نهايات معلقه. بعدين بعد ما خلصت نهايات معلقه وخلصت ماء فارغه اللي هي الجزء الثاني من السلسله، عندنا اسئله لهم. انزين، حسيت ان قناه اليوتيوب حرام، يعني انا ليش عاملتها كذي؟ فاول واحد شجعني اللي هو علي اخوي، اكبر تحيه لك علي. انزين، هو قرا معي اول شيء كان كتاب عربي اللي اسمه 11 11. انزين، وسوينا عنه فيديو. حلو. وصدمت كمية التفاعل اللي صارت، اللي أنا ما توقعت إن الناس قاعدة تشوف قناتي وهذا، فحسيت إن يمكن أنا أقدر يعني أوصل للناس بهالطريقة، ومنها بديت يعني قلت خلاص أنا لازم أخذها بشكل جدي أكثر، إن ممكن بالطريقة هذه إن لما الناس قاعد يقول واو أسلوبك حلو بالتقديم، مو الأسلوب التقليدي اللي إحنا متعودين عليه، أسلوب نشرات الأخبار هذا اللي بس تقييمي للكتاب وريفيوي للكتاب ما شنو، لا يعني يبون احد قاعد يتكلم معاهم كشخص صجي. فمن كذي انا بديت التزم اسبوع باسبوع لمده سنه كامله. السنه اللي طافت كلها كنت اسبوع باسبوع كل اربعاء انزل، وانصدمت ان الناس قاعد تشترك والتعليقات قاعده تزيد وشي، فانا وايد انبهرت بالتفاعل هذا. فانا هدف القناه بشكل اساسي ان انا ابي اشجع على القراءه، لان انا بوري الناس ترى القراءه مو شيء ممل اللي بس قاعده اي يلا يلا بس بخلصها، لا القراءه شيء تعيشين عالمه، شيء انه شلونك؟ انا سولفت. لا انفعلتي وايد، توقعتي قاعد نصور فيديو الحين حق اليوتيوب. اول شيء ضحى، اذا بنتكلم عن الفيديوهات اللي او الريفيوز اللي انت تصورينها في الروايات والكتب الخاصه فيك او حتى باللي اساسا تقرينها، هل هذا كان له جانب انت ذكرتي انه بالصدفه كنت قاعد تصورين واكتشفتي انه في ناس قاعده تتفاعل معك، عمليه اختيارك لهذه الكتب اللي ممكن انت تقرينها على الفتره الجايه على اي اساس تتم؟ قصدك شلون اختار الكتب اللي انا اقراها؟ بالضبط. طبعا هذه سنين وانا اتدرب على هالموضوع انه شنو ذوقي انا بالقراءه، يعني انا اول شيء بديت بالكتب العربيه العاديه ما كانت ميولي بتاتا، فانا الحمد لله لغتي الانجليزيه زينه من صغري وكذي، فانا جربت اني اقرا انجليزي ولقيت مجالي اكثر بالانجليزي، ان الخيال اللي انا ابيه، لان انا ما احب الرعب وما شاء الله يعني الكتب العربيه الخيال يعني رعب ويونان وسوالف تفزز بنص الليل هذه، فقلت خل اجرب اقرا الانجليزي، الانجليزي يعني لقيت افاق ثانيه، فقلت يعني حرام هذا عالم ثاني الناس ما تعرف عنه شيء، فانا يعني لما اسوي ريفيو عن يعني كتاب معين، وتش انا احب انه لازم كتاب رومانسي درجه اولى وخيالي لازم، زي يعني ذوق معين رومانسي وخيالي، رومانسي وخيالي. أوكي. وراح تتفاجئ ايش كثر موجود هالشيء بالكتب. موجود بالكتب ولا موجود بالواقع؟ شلون؟ موجود بالكتب ولا بالواقع؟ لا خلينا من الواقع، احنا نقرا الكتب عشان ما نبي الواقع، الواقع شو يسوي فيه؟ لازم موجود بالواقع. لا بس شوف، هو في ناس يقولون انه لا الكتاب الخيالي ايش تتعلمين منه؟ ما له هدف، بالعكس يعني انت لما تشوفين شخص انه في البدايه تكون شخصيته مثلا ضعيفه وتصير له اشياء واحداث معينه وبنهايه الكتاب حصل او حقق هدفه بالنهايه، انت يصير عندك يعني اوكي خوش شيء يعني اكثر مع اي نفسيتك تصير احسن. ممتاز ممتاز. احنا عندنا وايد اسئله عشان نرتبهم بالترتيب الصحيح وياك. عندي سؤال اليوم، يقولون بان ضحى الحداد اتجهت الى اليوتيوب وحلقات اسبوعيه وما في اي ربح مادي، فش الهدف اللي يخليها مستمره بهذه الجديه لمده سنه كامله اسبوعيا في حلقه؟ انا هدفي ابي الناس تقرا بس،
بس ابي الناس تقرا، يعني انا ابي اوريهم ان القراءه شيء مو اللي انتوا حاطينه ببالكم انه لازم يا تقرون كتاب ديني ولا كتاب سياسي ولا كتاب فلسفي ولا انتوا ما تقرون، لا يعني عادي انت تقرا روايه وعادي ان تتعلم منها شيء جديد. وانا في وايد يعني تجارب انا خذتها حتى بسفراتي، انا وايد احب اسافر ساعات، يعني شخصيه بكتاب قالت عن هالمكان اروح هالمكان اشوف شنو فيه كذي. يعني مثلا انا توني الحين قاريه سلسله سيد الخواتم ذا لورد اوف ذا رينجز، ورحت نيوزيلندا بطالع المكان هذا شنو هذا شنو شلون صوروا كيف، يعطيني افاق جديده من هالناحيه. فانا بالنهايه هدفي من القناه بشكل اساسي اقروا، شنو ما كانت نوعيه قراءاتكم اقروا، المهم ان تعرفون شنو ذوقكم، اهم شيء اذا تعرفون شنو انتم تبون راح تلقون الكتاب المناسب، هذا شيء اكيد. يعني ضحى، هذا الشيء اللي كنا قبل شوي انا واحمد كنا قاعد نتكلم عنه، يمكن البعض ممكن يشوف ان الحين حاليا جيل الشباب ما قاعد يقرون، احمد كان يشوف ان كل واحد يقرا، انا كنت مع ان الواحد يقرا كتاب يكون يفيده، ممكن البعض يكون عنده توجهات ثانيه من خلال قراءاتهم. اول شيء خلينا مع اول سؤال، هل الشباب يقرون ولا لا؟ والله شوفي هو حاليا ما يقرون وما لومهم صراحه، زين ما لومهم. نوعيه الكتب اللي الحين قاعده تنطرح، كان انا كنت ما راح اقرا، لو انا ما اقرا انجليزي اقول لك بصراحه كان انا ما اقرا، زين يعني هو صاير انه هم ودهم، والدليل ان انا لما اسوي ريفيو على كتاب يتحمسون ويروحون يشترونه ويقرونه. وايد ناس يعني انا انصدمت من التقبل اللي قاعد يصير، هم بس يحتاجون توجيه اكثر من ان تين تقولهم يلا اقراوا يلا اقراوا. ولا في ناس انا استغرب لما يشوفون انت تقرين روايات، شنو هذا شو البطيخ اللي انت قاعد تقرينه، لا يعني ليش زين عادي انا احب كذي كيفي انا اقرا كذي، انت تبي تقرا شيء مثلا ديني ولا سياسي على راحتك. الفكره ان احنا نتقبل ذوق بعض، وبالنهايه لما الواحد يشوف تقبل يستانس يسوي الشغله هذه، عرفتي؟ صحيح اكيد. مهندس ضحى الحداد مستمرين معاك، لكن مشاهدينا نطلع هذا الفاصل وراجعين. مستمرين في حوارنا مع المهندسة ضحى الحداد والكاتبة والروائية. ضحى يمكن قبل شوي تكلمنا عن قناة اليوتيوب الخاصة فيك، الحين خلينا ناخذ جانب ثاني، أنت من الناس اللي مهتمة في موضوع قراءة الكتب والروايات اللي تكون في اللغة الأجنبية. في البداية خلينا ناخذها ستيب باي ستيب، شنو الفرق ما بين الكتب العربية والكتب الأجنبية من وجهة نظرك؟ مشكلة الكتب العربية القضايا نفسها مستهلكة ماكو غيرها، يعني واحدة مطلقة وريلها يطقها ومتزوج عليها ولا رعب وتفزز ويانانوة. هذه الكتب العربية؟ إيه يعني هذا اللي أنا قاعد أشوفه. زين أو الحين يعني شوية مغيرين، يعني في كذي ما شاء الله حب ما أدري شلون صاير يعني. زين فأنت قياسك أنا لازم أوقف عند هذه قياسك على هذا الموضوع استنادا على منو؟ على الشباب، على الكتاب بشكل عام، على تاريخ الكتب العربية؟ لا الأشياء اللي أنا قريتها. شنو قريتين؟ زين يعني بشكل عام يعني هل كتاب شباب أم كتاب أدباء؟ والله أنا قريت يعني يعني هل قريتي لمحمود درويش؟ هل قريتي لي أنا يوم كنت صغيرة؟ إي كنت أقرأ يعني توفيق الحكيم. إي كنت أقرأ لهم أيام كنت صغيرة. شوف أنا أتكلم عن الكتاب الخليجيين، أنا الكتاب المصريين وهذا أنا أقرأ لهم يعني سعود السنعوسي بساق البامبو. اي انا عندي فيديو كامل. هذول يعني يملكون كم من الادب والثقافه. انا عندي فيديو كامل انساق البامبو. ضحى يعني يملكون كم من الادب والثقافه وال يعني الابداع في استرسال الروايه. خلينا اليوم احنا نوقف عندهم ونقول ان برافو عليهم، احنا فخورين فيهم. فشلون انت اليوم قاعد تدمجين يعني على قولتهم هذه الفكره بالكتاب العربي؟ صح كلامك، بس انا الحين اسالك سؤال، انت الكتاب اللي ذكرتهم من متى هم يكتبون؟ قديمين. احنا نبي شيء جديد الحين، شيء معاصر، شيء حق زمننا الحالي. يعني هذا مثلا شنو يعني احنا نبي الحين القضايا اللي الحين مثلا قاعدين نعاني منها. يعني مثلا انا ليش انا واحده ابي اقرا عن واحده متزوجه ومطلقه؟ ليش؟ زين ابي اشوف واحده مثلا الجامعه وسوالف الجامعه ايش قاعد يصير وهذا، ماكو شيء كذي. زين يعني انا كله ابي اقرا. يعني انت قصدك كتاب الشباب اللي اليوم إيه؟ يعني انا واحده شوف انا اقول لك انا من برا عمري 28 بس انا من داخل عمري 16 اقول لك صراحه. فانا احب اقرا عن سوالف بنات الثانويه وايش قاعد يصير معاهم، انا احب كذي اصير. يعني حتى لما تجيني واحده بالثانوية اقول شنو السوالف اللي تصير محمد عندكم. محمد النشمي اتوقع كتب بنات الثانويه صح؟ صحيح. يعني اتوقع سوى كتاب. انا ما قريته فما اقدر احكم. ما قريته انا. زين ولا ما اقدر افتي بالموضوع. أوكي. هذا بس انا المقصد انه اذا في كتاب قاعد يصير عليه مدح انا اقراه، مثلا ساق البامبو مثل ما انت قلت، انا عندي فيديو كامل 49 دقيقه متكلم عن ساق البامبو. زين وشنو رايي فيه بالتفصيل وهذا. فاذا انا في كتاب يستاهل اني انا اقضي وقتي فيه وفي يعني مجهود والكاتب تعبان عليه انا ما عندي مشكله اقرا. بس انا اللي قاعد يصير ان انا اخذ الكتب اللي قاعد يصير عليها يعني ضجه او هبه كذي فانا اقراها. فانا اللي قاعده اقراه انه ماكو شيء، بس
بس هذا مو معناته اني انا اكره الكتب العربيه. لحظه لا تفهمني غلط. لحظه قولي. انا هاي النقطه وايد مهمه. انا عندي فيديو كامل كتب 20 كتاب عربي انا احبهم ومعطيتهم تقييمات عالية وكل شيء موجود بقناتي وعليه 4000 فيو. زين فأنا مو إذا الكتاب حلو أنا أقول إنه حلو. عندي أنا سلسلة حوجن حق الكاتب إبراهيم عباس. صح. أنا مدحتها حيل ويعني من الفيديوهات اللي عليها فيوات عالية. أوكي. فإذا الكتاب زين أنا راح أقول. أوكي. مو عندي شيء ضد الكتب العربية بس. أوكي. أنا قاعد أشوف إن الدارج هذا الشيء بس. صحيح. ضحى أنت أوريدي أساساً تكتبين في اللغة العربية الفصحى. راح نرجع حق الكتب ورواياتش لكن إذا نتكلمنا هل ممكن تكون مشكلة الرغبة الزايدة على بعض الكتاب ممكن هي قاعد تحدهم بطريقة طرح القضايا والحبكة الدرامية اللي ممكن هي تصير في الروايات أو الرغبة ما لها علاقة؟ لأن دائماً لما تسألين كاتب شاب مثلاً ليش الرواية تكون ستايلها تقليدي على طول ردهم من الرقابة قصت منها كان فيها أشياء وايد. هل ممكن أن فعلا قد تكون الرقابة تحد من حريات الكتاب؟ والله شوفي أنا موضوع الرقابة هذا عمري ما فهمته زين. يعني موضوع يعني أنا ما أستوعب ليش أنت تقطع من كتاب. أنا عندي نظرية معينة وهذه بالكتب الإنجليزية موجودة إنه خلاص سالفة كتاب لكل الأعمار هذه سالفة خلاص كلينا خيرها خلاص ماكو شيء اسمه كتاب لكل الأعمار. كل فئة عمرية لها كتاب خاص فيها. فأنا لما أكتب كتاب مثلا لهذيل الكتب اللي يسوون ضجة إن اللي 18 وفوق عادي الكاتب يكتب 18 وفوق بس مسؤولية اللي يبيع ومسؤولية الكاتب إنه يقول ما تباع حق ناس أقل من 18. مسؤولية اللي يبيع إنه يشوفك تحت 18 ما بيع لك الكتاب. هذه ثقافة القراءة مو موجودة عند البعض للأسف. للأسف عندنا مو موجودة. إحنا لا كلنا نفس الشيء كلنا نقرأ شيء بيجي ريتد ما يصير زين. يعني في ناس مخوخهم ناضجة أكثر وفي ناس صغيرة فكل سن لا نوعية كتب وهو يستانس عليها. فأنا مو يعني بالإنجليزي في ميدل جريد حق اللي عمرهم 10 سنين ل 12 سنة. في اليانج أدلت اللي من عمرهم 16 سنة ل 20 سنة. في النيو أدلت من 20 ل 25. خلاص كل واحد له فئته. فأنا إذا واحدة مثلا أنا عمري 11 وأقرأ شيء يعني حق كبار غلطتي أنا. فأنا مو مستوعبة موضوع الرقابة هذا يعني شيء غريب علي صراحة. يعني يمكن ظهر الرقابة اليوم موجودة أو يعني قاعدة تسلط الضوء على الكتاب بشكل أكبر بحكم أن للحين البعض ما ملك الثقافة الأدبية الكافية بأنه يختار الكتاب المناسب لعمره. صح بس عشان كذي موجودين مرة الرغابة. ثانية مسؤولية الكاتب يقول شنو الفئة العمرية اللي أنا أبي أوجه لها؟ شنو الفئة العمرية اللي أنت تبين توجهين؟ أنا الفئة العمرية من شوية أنا سؤالي أنت شوية حرج فنبيك تهدين وقولين الفئة. أنا لما أفعل شنو شكلي معصبة عادي. لا بالعكس نبي الفئة العمرية لرواياتك. روايتي من 16 سنة ل 25 سنة. ممتاز هذه الفئة العمرية اللي ممكن نعم يعني أكثر شيء أن الفئة اللي راح تعجبها الرواية من 16 ل 25 هذيلا يعني راح تناسبهم أكثر. إذا أقل يعني مثلا 14 سنة ما راح تفهمها هالكثر وإذا أكبر راح يحسونها مالت ياها. بحكم فيها فلسفة وفيها أمور معينة. لا الخيال العلمي يعني لا تقدر معروف أن في فلسفة معينة للكاتب. مو فلسفة هي كثر ما هي اكتشاف الذات. فإن ممكن الشخص الكبير أنه يحس خاصة سوالف أنا كبرت عليها عرف والشخص الصغير يحس إن سوالف كبيرة علي مو قاعد أفهمها عرف. فهذا السن هو اللي أنا موجهت له أكثر شيء هالرواياتي. ضحى خلينا نتكلم الحين عن الروايات سماء فارقة ونهايات معلقة أو شيء هل هما متصلين في بعض ولا لا؟ ثلاثية هي الحين الجزء الثالث أنا قاعد أكتبه. شنو وين أي واحدة كانت الأولى نهاية سماء نهاية علاش كاتب عليها اثنين الطبعة الثانية؟ لا الطبعة الثانية مكتوب عليها الجزء الأول. أوكي. وهاي سماء فارغة الجزء الثاني هذه. حلو كلمينا عن هذه الروايات. شنو تبغى تعرفون؟ أو شنو القضية اللي أنتي متناولتها من خلال هذه القضايا وهي في العربي الفصحى صح؟ الفصحى القضية أكثر شيء هي فيها وايد رسائل لأن أنتوا شايفين الحجم مو رسالة واحدة هي فيها بس أنا اللي يعني أكثر شيء أنا بطرحه إنه لا تخاف إنك تكون أنت يعني في ناس حرام عندهم مواهب وايد يعني حلوة وزينة بس شنو مشكلة الموهوبين؟ خوافين وما يثقون بنفسهم هاي مشكلتهم زين لما هي انت حرام تكتب زين لا 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 انا مو واثق من نفسي احس لا كتاباتي مو زينه يتخوف اي بينما الشخص اللي لا اله الا الله لا مهاره ولا شيء ما شاء الله ثقه ما شاء الله ويسوي انت تروحين وتردين على يعني على فئه معينه فانا مضطر اسالك هذا السؤال إيه قول. عندك فيديو كامل هجوم على
احد الكتاب الشباب من غير ذكر اسمه من غير ذكر اسم الكتاب بشكل انت كان اخوك علي يعني عشان نكون دقيقين كلهم انا مع علي اللي قاعد نهجم تحتاجين مساند فزعه لازم الهجوم والانتقاد شويه لو انا الكاتب راح انزعج لان الانتقاد يعني طبعا هذه وجهه نظر واكيد لتش كامل الحريه مسلطين علي وحق الرد بان الانتقاد شوي كان مزعج للكاتب نفسه لانه كان في نقول بالكويتي شويه قاعد تضحكون على 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 بعض الاشياء اللي كتبها وعلى سالفه نيويورك والتاكسي الاصفر منه ما يدري في تاكسي اصفر هذه الامور ترى مزعجه للكاتب مع انه قاعد يحاول بانه يكون كاتب فانتوا قاعد تكسرون مياديفه بالمقابل انت قاعد تشجعين الكتاب مش حق رد. عندي رد اولا 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 انا لا يمكن اهاجم كاتب لشخصه لا اكيد لا يمكن وانا اذا هاجمت كاتب لشخصه فانا اعتذر ومو هذا المقصد من الفيديو ثانيا بالنسبه للاسلوب الدفش على قولتك زين لا ما قلت دفش ما لا لا عادي وايد قالوا لي دفش بس انا ما قلت دفش انا قلت هجوم هجوم بالنسبه للهجوم يلا بالنسبه للهجوم احنا متعمدين ان اسلوبنا هارش شويه لان اسلوب التطبطب واي لا لا عادي لا ماكو مشكله ما قاعد ينفع قاعدين يردون ويعيدون ويزيدون على نفس المواضيع فاحنا قلنا ان لان اللي قاعد يصير ان احنا يوم شدينا شوي في ناس سمعوا وقاموا يغيرون في كتاب يعني اوكي يمكن الكاتب اللي انت تطرقت يمكن ما غير بس احنا في كتاب ثانيين ما شاء الله سمعوا وتقبلوا بروح يعني عاليه وبالعكس غيروا بكتاباتهم ويابوا لي بعدين كتبهم قالوا ان نبي تقرينا وتعطينا تقييمك له فهو الواحد يبي تغيير اذا الكاتب مثلا ينزعج من اسلوبي له كامل الحريه انه ما يشوف الفيديو صح. بالنهايه الفيديو بقناتي والقناه باليوتيوب صح. فلا الحريه الكامله انه ما يشوفه وعادي يعني ما شفت اي هجوم بالموضوع ما ادري ليش في تحسس يعني لا ما في تحسس انا قلت لك هذه وجهه نظر وانا نقلتها لك ولك حق الرد وانت رديتي وعسى الاجابه مرضيه كانت ولا تبين انت راضي عن الاجابه انت ايش رايك بالاجابه لا انا اجابتك واضحه بس انا كنت اتكلم عن جزئيه لان انا بالنهايه دوري كمذيع انه احاول اطلع منك المعلومه المفيده للمشاهد واللي تبين وجهه نظرك يعني لو البعض فاهم بان انت قصدك تهجمين على الكاتب انت وضحت لنا ان انا يا جماعه قصدي ان انا اعتقد الكتاب تقييمي للكتاب وشخصيات الكتاب احمد انت اللي المفروض تهدى الحين شوي احنا مع يعني وهي في النهايه وجهات نظر قد يكون فعلا ساعات في قراء ممكن يكونون من جمهور القارئ نفسه تصير عندهم نفس التساؤلات اللي عند احمد ضحى خلينا نروح لجانب اخر قبل شوي ذكرتي ان انت ضد الرقابه ان هي ممكن هي تحد الكاتب ممكن تخلي في خلوا يكون في عندكم جمهور متخصص لهذا الكتاب او لهذا الكاتب بحد ذاته شنو هي الخطوط الحمراء عند ضحى ما تكتب فيها انا اذا انت تشوفين الرقابه مو من حقها هي تقص لا لا انت شوفي يعتمد انا شنو الفئه اللي قاعده اوجه لها الفئه اللي انا قاعد يعني انا شوفي انا قاعده امشي على الستاندرد الامريكي الستاندرد الامريكي اللي هو اليانج ادلت اللي انا دائما اقرا فيه اللي هو من سن 16 سنه ل 25 هذا انه في ستاندردات معينه انه ماكو مشاهد تكون اكسبلسيت يعني شيء صريح زين ماكو شيء صريح ان حدهم شغلات معينه هذا فانا قاعده امشي على هالاساس يعني انا قاعده امشي بستاندرد حتى وان كان ما يتماشى مع مثلا مجتمع يكون كويتي وخليجي شنو اللي ما يتماشى مع في اشياء عالمي. في اشياء ما ينفع انه شيء عالمي ممكن احنا نطبقه في مجتمعات ممكن تكون تحدها في بعض العادات والتقاليد وان كان هذا كاتب ومن حق ان الاسره ان هي تراقب بس الحين ما في شيء اسمه اسره لازم تشوف عيالهم شنو يقرون لان مستحيل كل ممنوع مرقوب اي شيء ممكن انت تشيلينه من ايدهم راح يروحون يقرونه بطريقه وان كان هو هذا اللي انا جاي بقوله بالضبط هل كل شيء عالمي ممكن انه ينكتب في الكويت وانت قاعد تقولي امشي على شيء ستاندر عالمي لا هو طبعا بالنهايه انا شنو ابي شنو الفكرة اللي بوصلها زين فانا عندي ستاندرد معين زين وام قاعده امشي عليه فيعني يمكن صح في شغلات مثلا بالستاندرد العالمي انا على قولتش قاعده اراعي الجمهور انه تو يعني تو ينعرض عليها النوعيه من الادب فانا قاعده اراعي انه قاعده اخذهم حبه حبه اوكي انا مو قاعده اعطيه كل شيء يعني بس يمكن مستقبلا اني ممكن يعني اوريهم اكثر يعني بس حاليا انا كالحين كاول روايه لي انه لا انا ملتزمه بحد معين وراح تعرفون لما تقرون الكتاب شنو هالحد يعني واضح جدا يعني انت متميزه في قناتك باليوتيوب اكيد ككاتبه وهذا السؤال ينقلني الى فكره الجزء الثالث هل في جزء ثالث راح يكون قريب ثلاثيه هي يس ثلاثيه والجزء الثالث هل راح يكون خيالي ايضا بنفس الخيال العلمي الجزء الاول عن شخصيه تكمل رحلتها بالجزء الثاني وتكمل رحلتها بالجزء الثالث تنتهي رحلتها بالجزء الثالث كذي يعني متى ان شاء الله راح يكون الكتاب كنت ادري بتسالني السؤال كنت ادري والله كنت ادري ممتاز ربحتني الحين ترى عشاء مع زوجي منو راح يعشي ثاني
انت معي؟ انت راح تشيلنا ولا هي مستانسه اكيد انا مستانسه انا اللي فزت قلت له يسالني قلت له ما راح يسالني قولي لنا قريب ان شاء الله هو انا الحين قاعده اكتب اخر فصلين ان شاء الله وبعدين الجزء اللي يهلك المراجعه المراجعه راح يكون علي اخوي معاي وخالتي معاي ان شاء الله راح نراجع وهذا يعني راح ياخذ منه وقت بس ان شاء الله يعني الله كريم يعني ان شاء الله انا ودي اسال زوجك اذا في عنده سؤال متراهن معك هو يريقش عاد باكر علشان هم هو اي فوز ضحى خلينا نتكلم عن دعم الاهل والعائله او بالاخص يعني في بعض الفيديوهات قاعد يظهر معك زوجك وايضا اخوك دعم العائله ايش كثر ممكن هو يكون مهم معك والله شوفي انا الدعم مهم جدا يعني قاعد يعطي جو ثاني للفيديوهات يعني اوكي يمكن انا اطلع يمكن انا اوكي اتكلم كتاب معين وكذي بس ساعات حلو التغيير ان نجيب ضيف معانا وعلى اخوي ما شاء الله يعني يسولف اكثر مني فساعات انا علي يغني شوي بعد عنده في فيديو كان يغني فيه شويه يعني اضافه حلوه صح اي يعني ساعات في اشياء انا ما اقدر اسويها يعني مثلا انا ما اقدر اغني بالفيديو فعلي يقدر يغني زين ساعات انا مثلا في شغلات انا استحي اقولها هو عادي يقول صح. خلاص يعني مو هامه زين فكذي يعني فالدعم وايد حلو انا حتى عيال اخواني احرص اني اطلعهم تشوفون شلون يكبرون كذي يعني فهم اصلا من تشجعوا يعني يوم شافوا قناتي والله طاح شلون قاعد تقرا هم قاموا يوني شوفي شنو قرينا شوفي احنا اليوم قرينا هالكتاب كذي فيعني كانت تشجع حتى الصغار اي اي هم قاموا يشجعوا لما يشوفون فيديوهات ساعات ما يفهمون انا شنو قاعد اقول بس المسج مال القناه يوصل انه والله وناسة طيب شلون مستانسة يلا يلا خلينا نروح نقرأ عشان نقول لها إن إحنا قرينا كذي يعني تعرفين؟ إذا بما نتكلم عن دعم الأسرة اليوم هل مثلاً زوجك عنده بعض النقاط يقول لك مثلاً ضحى قولي من قولي هالموضوع تكلم هالموضوع يعني هل يشارك في سيناريو الفيديو ولا أنت عندك السيناريو؟ والله هو مو دائماً بس الأمانة يعني أعطاني يعني فكرة عنده انتقادات مثلاً يقول لك حلو لو قلتي كذي مرة ثانية لا تقولي وايد أكثر واحد ينتقدني زوجي إيه لا بس الأمانة يعني يقولي مثلاً ليش ما صرتي حماس أكثر هني بالعكس يعني تهنيم أنت حابة هالكتاب ليش ما بينتي أكثر مثلاً ساعات فهذا يطورني أنا وساعات حتى لما مثلاً إخواني يشوفون كذي يقولون إنه مثلاً والله حلوة هذه نقطتك مرة ثانية ذكري هالشغلة أنت مرة قلتي لنا كذي يعني صار في تفاعل يعني حتى ساعات عيال إخواني صغار يقولون لي عادي يعني أنا أتقبل بالكل عادي ضحى يمكن أنت كل تقريباً بشكل أسبوعي قاعد تحاولين أنت تنزلين حلقة جديدة أو ريفيو جديد على أحد الكتب اللي أنت قريتيها هل هذا شيء ممكن هو يأخذ منك يعني جهد وايد كبير وقت وايد طويل بأن أنت تخلصين الرواية خصوصا أنت قاعد تقرين ساعات روايات تكون عالمية وكبيرة ممكن تكون فيها صفحات كثيرة فهذا الشيء إيش كثر ممكن أنه هو يسوي لك ضغط نفسي أن أنت مضطرة أنت فعلا تنزلين وتخلصينها في شكل في وقت قريب علشان تنزل بالشكل المطلوب والله شوفي اولا في وايد ناس لما يشوفوني انا قاعده اتكلم عبالهم انا شغلت الكاميرا وهي يلا وهي ريفيو ما شاء الله جلسه واحده سوتها لا الفيديو انا اي ميك ات لوك ايزي يعني انا اخليه السالفه سهله بس هي مو سهله بتاتا يعني انا الفيديو يطلع 20 دقيقه الوقت التسجيل الصدق ساعتين زين لان انا عادي اغلط مثلا لا مو هذا الكلمه اللي انا كنت بقولها فاعيد وهذا وابي ان مثلا نقطه لا نسيتها لازم اعيد مثلا لها النقطه هذه وكذي فانا يمكن يبين ان انا اللي قاعد اسوي سهل بس هو مو سهل الحين تسجيل ساعتين الإدت إني أنا قاعدة أقطع الأشياء اللي أنا ما بيها وكذي هذا يأخذ مني 4 ساعات 5 ساعات قراءة الكتاب قراءة الكتاب وقراءة الكتاب يأخذ مني 2-3 أيام فهي أنا أقول لك هو ضغط ما أقول لك بس أنا شنو أسوي أنا عندي يعني في اختراع اخترعه البشرية صراحة وايد حلو اسمه تنظيم الوقت زين تنظيم الوقت جدا جميل زين فأنا شو أسوي أصور الفيديوهات قبلها يمكن بـ2 شهر اصورهم شيء اخصص 10 أيام كل يوم اصور فيديو وخلصهم وخلاص اسوي لهم يعني مراجعه وكل شيء واحطهم بس اقول له اقول حق البرنامج انه حطه باليوم الفلاني الساعه الفلانيه فالناس يستغربون مني ما شاء الله عليك مسافره وحاطه الفيديو شلون؟ اقول لهم لا في تنظيم وقت وانا حطيته من زمان فقاعد ينزل الفيديو عادي عرفت كذي؟ بالنسبه لسؤالك انه هل شلون قاعد يضغط علي من ناحيه الكتابه؟ وايد من ناحيه الكتابه يعني انا ساعات ان الكتابه اهدها شهر كامل بس لاني قاعده اسوي الفيديوهات بعدين ارجع للكتابه مره ثانيه هو قاعد يضغط بس النتيجه يعني مرضيه صح. بالنسبه لي لكن مثل ما قلتي بتنظيم الوقت كل الامور تكون واضحه لك وتحققين فيها اهدافك طبعا ضحى احنا وايد سعيدين في حضورك اليوم كناشطه في اليوتيوب وفي السوشيال ميديا وككاتبه وتاكيد احنا دائما فخورين فيك وندعم الطاقات الشبابيه واذا حابه كلمه خيره تقولينها اقراوا
الله يخليكم. يعطيك العافية المهندسة ضحى الحداد، موفقة إن شاء الله من خلال الروايات والكتابات الخاصة فيك، وأيضا هذا الخط والقناة الخاصة فيك، وأيضا شخصيتك الجميلة وخفة الدم اللي عندك وكل هذا قاعد تعطي طابع جدا كبير لي شخصيتك. يعطيك العافية وموفقة إن شاء الله. وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكونون استمتعتوا من خلال فقراتنا لليوم. ياكم على خير في حلقة جديدة، مع السلامة.